الأجمل فيها الآن التناغم الجديد في البيت النصراوي ما بين أعضاء الشرف ما بين اللاعبين ما بين الإدارة. يعني في تصريح جميل جدا ممكن المرسل كان شاهد على العصر فيه من رئيس النصر السابق، يعني كيف هو سعيد بفوز النصر، تناغم سعود السويل تناغم نعم تناغم طبعا تناغم ما عمري شفت النصر في مشاكل بالطريقه دي مثل هالاسبوع اللي راح. رموز قاعده تتضارب في الاعلام هذا والمشاكل والفريق ما تكلم عن الفريق لا لا بالعكس لو في مشاكل شرفي اداري لو في مشاكل تناغم على العموم اصلا اللي قاعد يسويها النصر في الملعب مختلف عن اللي قاعد يصير يا سلام هذا معناه نجاح للاداره لا نجاح للاداره بغض النظر هو سيد اسيا النصر الان يسير بالطريقه الصحيحه عند عيد ابو تركي خلي كملها سيد اسيا والقميص طيب ابو تركي الان خلي ابو تركي الان صعبه قويه الفيصل يا ابو فارس وراوا ومدري مين وكذا هو طقم كامل جلوك ليش نبغى نتناقش عندنا محاور والله عندنا محاور انت يغيظك انت يغيظك انت يغيظك الحديث لا والله يا ابو فارس ما ما تكلم تركي والله ما يغيظنا بس انت الكلام اللي تقوله ده يعني قلته يمكن 6000 مره طيب خليه يقول اسمعني خليه يقول خليه يتكلم يا اخي ابو تركي وش منتج خلينا نتكلم عن براء يا اخي فنيا انت ليش ما تعطي النصر حقه سؤال ترى مسؤوليه ليش ما تعطي النصر حقه انت تروح للهلال ولا تخرب الهلال ولا تخليهم رحت الهلال انا جبت طاري الهلال لحظه انت الان انت الان انت الان شليت سيفك انت الان جبنا سيد اسيا ما جبت الهلال جبنا سيد اسيا زعلوا الاخوان زعلوا هم اللي زعلوا طيب يا شباب لا تزعلوا نصب احنا نقول كتيبة فيتوريا لا في نقطة معينة الفيصلي فنيا نتكلم عن النصر حنا الحين ايه الفيصلي مستمر وكان فريق خطير الحين انت الحين تبغى نقلب المعادلة نتكلم على الفريق المهزوم على ونخلي الفايز انا قلت كذا انت تقول فيصل خليني اكمل سؤال قعدت لك 3 دقائق تتكلم عن الفيصلي ابى اكمل سؤال على عيني وراسي الفيصلي ما قلت الفيصلي يا ابو تركي خليني اكمل سؤال خير ما قال الفيصلي ممكن ما قلت الفيصلي ايه ما قلت عن النصر شيء الأول أحمر والتاني أحمر والتالتة برضك حمار.